وإلى أخبار الطقس والأحوال الجوية نعود فيها مرة أخرى إلى سارة نجيب. لك سارة شكرا لكم. والآن مشاهدينا مع جولة في أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. القاهرة 29-17، الإسكندرية 23-16، مطروح 20-15، بورسعيد 22-15، الإسماعيلية 29-17، السويس 29-16، العريش 23-14، طابة 27-20، شرم الشيخ 30-23، والغردقة 30-20، الأقصر 37-21، أسوان 38-23، الوادي الجديد 38-22، شلاتين 30-22، وأما حلايب ف 30-22.